الاخر لتفرق زينة وافسن وذيبو من السنيم صاحب الريادة. الجيش في مواجهة الحرس افسن وذيبو امام الجمارك يوم الاحد، والبحث عن المنافذ. سيدي مولاي، سيدي مولاي، سيدي 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 ينطلق، سيدي وترويض وتمريرة ولا اروع، لكن التدخل من الدفاع. صافرة نهاية الشوط الاول من اللقاء، ترنزا والشرطة من دون اهداف بعد 45 دقيقة. وترى 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 امام ثلاثة مدافعين، وترى والعرقلة والمطالبة، لكن الحكم احتسب ركلة جزاء. القادر صو ركلة الجزاء التي اتت بعد 65 دقيقة من اللعب وبتعادل سلبي. عبد القادر تنفيذ الرأسية العالية، لكن كرة تخرج تتحول إلى ركنية ثانية أو ركنية على الأصح أولى. الخطأ، الكرة الأولى لم تكن بالركنية لكن خطأ بالقرب من الزاوية. ناشي في تنفيذ الركنية والرأسية، والهدف الأول، الهدف الأول للشرطة عن طريق رأسية من إمضاء اللاعبين دقيقة من الإثارة بعد 70 دقيقة. هنا نشاهد الإعادة والرأسية. تأتي المباراة من قبل عثمان أن معلنا الانتصار للشرطة.